شو سرك يا وطن؟ شو سر حبي إلك ولكل شي بيتعلق فيك؟ البيوت، طبيعة، شوارع والناس، وحتى ريحة الأرض بس تشتت الدنيا، تخرب وبتعمر كم مرة ومرة، وبيضل الإنسان اللي فيك عم بيناضل تيبقى. لو مهما أبعد ما بنسى، وإيماني بالله المحبة رح يخدني صوب مطار حكي المنسية، لأن هونيك كمان اسمه لبنان، وهونيك كمان يسوع موجود. من قلب هالمعاناة والألم أطلق الأب جون بو خليفة المرسل اللبناني برنامج المنسيين عبر أثير صوت المحبة ولاحقاً عبر شاشة تي في تشاريتي، بهدف نشر رسالة يسوع اللي بتدعي لمحبة الفقير وحث المستمعين لمساعدة العائلات والأشخاص الأكثر فقراً وتلبية حاجاتهم حتى يعيشوا بكرامة شو ما كان دينهم أو لونهم، وحتى ما يبقى حدا منسي. ستين دقيقة مجبولة بالألم والأمل. كل خميس خمس المساء موعد أبونا جون مع ضيف أو أكثر مباشرة على هوا صوت المحبة. الله معكم أحبائنا، سلام الرب يسوع يكون برفقتكم. أعطيني من عمري، أعطيني قوة أقوم بالصحبة بس. ودوي كتير غالي، ما عم بقدر بأمن بين دوا جوزي وإدوي. كتير عم بتعسب الدم عيني، أنا هلأ شفت العذاب شو هو. مع ألمك يسوع. قبل ما يكون برنامج إذاعي المنسيين، هي كانت فكرة عم نعيشها بالعمق أنا ومؤسس جامعة رسالة حياة وسام معلوف. كنا كتير يعني من نحن وصغار بينا سوا بزحلة، وكنا نفكر بأخوتنا يلي عم بيعينوا وعم يتألموا، وخصوصا بالفقرة. هيدا الفكر وهيدا الروحانية مع الوقت طلعت منا جامعة اسمها رسالة حياة. بالأول قلنا خلينا كمان ننشر هيدا الروح اللي نحن عم نعيشها وعم نشعر فيها بقلبنا. حبينا أن نكون عم نوصلها لكل الناس ونتشاركها نحن وياهم، تيصير هم الإنسان الفقير، هم الإنسان المريض والموجوع، هم حقيقي بقلب الإخوة بمجتمعنا، ونجرب أنه نخلق ثقافة تضامن، ثقافة هيك العطاء والحب. حتى من بعد برنامج المنسيين في كتير من التلفزيونات والإذاعات صارت تعمل برامج بهيدا الخط. يعني أنا بحكي من 14 سنة لورا ما كان بعد هيدا الشيء موجود، وهيدا الشيء نعمة من الرب أنه هيدا اللغة اللي عم نحكي فيها صارت عم تنحكى وعم تنطال بوسائل الإعلام والاتصال. من 2007 ولليوم تخطت حلقات البرنامج 320 حلقة، واستقبل أكثر من 750 خي وأخت، ورافقوا عبر الإخراج الإذاعي ألكسندر باز، توني صباح، ريتا صباح، منى عجاء، وبربر الحايك. ما في أصعب من إنه نخلي حدا يحكي أو يعبر عن وجعه. هن فقراء بس ما بيفتقروا لعزة النفس. يمكن بهالستوديو حسوا لأول مرة بنتف الدفى بالأمان والتفهم. طاولة تبللت بدموعهم، وورا الميكرو تخبوا واحتموا من نظرة شفقة، وصدقوا مع أبونا جون إنه الكلمة بعدها بتفعل، وإنه الوجع بحقله يصرخ للإنسانية. من وصايا القديس البابا يوحنا بولس الثاني لصنع السلام بتقول: نتعهد إنه نوقف إلى جانب اللي عم يتعرضوا للبؤس والإهمال، ومنلتزم إنه نكون صوت ليلي ما عندهم صوت،
حتى نتخطى الحالات الصعبة، ومقتنعين إنه الإنسان مش ممكن يكون سعيد إذا كان وحيد. كلمة الله وصرخة الموجوع لمست القلوب، وتفاعلوا الناس بطريقة مؤثرة من خلال سرعة المبادرة للاتصال والتبرع بسخاء وفرح لجمع المبلغ المطلوب وتخفيف الألم الجسدي والمعنوي عن إخوتنا المنسيين. وبالمقابل منعرف إنه في كتير أشخاص عطيوا من فلس الأرملة، وما أجمل عطائهم. ما كنا بالأول نطلب رقم محدد من المال، كنا بس نعرض الوضع، وكان الإخوة هن يتحمسوا ويساعدوا بمبالغ قليلة. وبيوم من الأيام بتقلي أختنا منى بالإذاعة أنه أبونا في طفل بحاجة لبراغي عملية نزرعه بظهره وبيكلفه 4,000 دولار. صرت أنا قلت لها منين بدنا نأمن المصاري؟ أنه أنجأ بيجي 500 دولار 600 دولار. قالت لي طلوب قول أنه بدك 4,000 دولار. قلت لها أنا منى ما بسترجي، كيف بدي أقول هيك؟ قلت لها رح نعمل مزاد علني، يمكن كان معي موسوعة جبران. وتفاجأت أنه الناس ساهموا، تفاجأت أنه تجمع المبلغ وبظرف قليل، يعني 4-5 دقائق كان المبلغ معنا. في كتير مواقف مؤثرة جداً وبتبكي. مرة في مدام طلعت معنا بالحلقة حكيت عن وضعها، وضع كتير صعب، وهي طلعت لبرا ونطرت برا، وبرا عم تسمع لبدا تفل، بس نطرتنا بدها تحكينا بآخر البرنامج، ما فلت يعني كلياً، ضلت بالإزاعة ومدورين المنسيين. فبتسمع المرة التانية عم بتخبر عن وضعها، بآخر حلقة بتقلي أبونا أنا معلش لي شوي من المصاري اللي عندي وأعطيهم لهالمدام اللي كانت عم تحكي. تحول برنامج منسيين لقضية مجتمع ولمؤسسة بهدف متابعة أكبر عدد من الناس المنسية والمنبوذة. هالأمر بيتطلب فريق عمل مشبع من كلمة الله أولاً حتى يلتزم بهالمؤسسة لهمها الأكبر الإنسان. صاروا الناس يسمعوا أنه في برنامج هيك، صاروا يجوا، ولتنظيمهم اضطرينا نكون في مكتب ليستقبلهم بحب، تما يكونوا يعني مش عارفين حالهم وين بدي يروحوا وين بدي يجوا. هيك صار في مكتب المنسيين. احنا كفينا زياراتنا لعندهم، بس لكن هالمرة صاروا ما عدنا نحن نتعب نفتش، لأنه لتلاقي حدا هيك بهي المواصفات مثلا وتقولوا تعال نحن حابين قضيتك نخبر عنها، لأنه قضيتك لازم توصل لكل الناس ويتضامن الكل معك، ما تبقى لوحدك. أيام كانت صعبة بالأول، ولكن فجأة بس وثقوا فينا الناس صاروا يجوا لعنا من كل المطارح. مكتب المنسيين بيستقبل إخوتنا بالبسمة والكلمة الحلوة، وبيسألون عن حاجاتهم الملحة، وما بيسأل عن دينهم ولا جنسيتهم. وتوالوا على حمل هالمسؤولية بولين نهرة، جويس خطار، ميشا عبد الأحد، ريتا نسبي عيسى، توني عباس، وماليسا إسحية. ومن قلب صوت المحبة ظهور أبو منصور ومرتا طنوس، حاضرين أيضاً لاستلام الطلبات وجمع التبرعات. 1540 قصة حزينة وموجعة، وحتى ما تبقى أسماءهم مجرد أرقام على أوراق وملفات، زيارة الأبجاع عقيق المرسل اللبناني والمساعدة الاجتماعية ريتا نسبي عيسى وسابقاً بولين نهرة وجو مارين مير لمكان سكنهم بتكون كفيلة للتعارف الأعمق ومعرفة حجم المشكلة إذا كانت مرض أو عوز. كنا بالأول نروح على تحت الجسورة، نروح على الخرب، بيبقى فيها أشخاص عايشين بالخربة. بتذكر الفيلسوف المنسي، هيك سميناه، هيدا إنسان فيلسوف حقيقة، عنده فكر كتير رائع يعني، وعايش بخربة بورة تراب لوحده ومغطى يعني شراشف، ما ماشي، ما عنده شيء يعني، بيتدفع على نار التنك وهيك. بتذكر مثلا جده يوسف يلي توفى هلا، وكان تلاقينا معه حد برميل زباله واطلق صرخه كتير قويه تجاه الناس يلي ما عم تطلع فيه، وعم بياكلوا مرتاحين ومبسوطين وعم بيلعبوا قمار اوقات ويضيعوا مصرياتهم، هو بحجه عم يفتش بالزباله على قيمه اكل. كتار من المستمعين رافقوا البرنامج من سنين طويله وصاروا من عائلة المنسيين الكبيرة. الناس اللي بتساعد وبتهتم تشبه سمعان القيرواني لحمل الصليب مع يسوع، وهيك تعطي لعطاء معنى وغاية لبناء مجتمع سليم وصحي مليان من محبة الله. أما بعض المتبرعين أصبحوا بمثابة عرابين للإخوة المنسيين، وشاركوا المؤسسة بمتابعة أوضاعهم وحياتهم.
أكثر من 8000 متبرع، هن بمثابة قوة لا يستهان فيها على امتداد مساحة الوطن، وهيدا دليل إنه وطننا هو أرض الكرماء والقديسين. حتى اليوم دعم المتبرعين قدر يغطي أو يساهم بكلفة جراحة أو علاج لأكثر من 54 مريض سرطان، 38 عملية قلب ومين، 3 عمليات زرع كلية، عمليتين زرع كبد، كلفة استشفاء وعمليات أخرى مثل العين، الأذن، الأسنان، الظهر، الرأس والمعدة لأكثر من 40 شخص، تأمين أطراف اصطناعية وإجراء جراحة بالأطراف ل 23 شخص، بالإضافة لتأمين حاجة المرضى من آلة أكسجين، كرسي متحرك، سرير خاص بالمعوق وغيره. كما تعاونت مؤسسة المنسيين مع صيدلية بون سانتي جونيور وصيدلية رحبان جبيل لتأمين الأدوية اللي بتوصل كلفتهم ل 1500 دولار شهرياً، ومع مستوصف مار أنطونيوس برويسيت للمعاينة الطبية ومختبر سانتيلي جوني للفحوصات المخبرية. قصتي مع المنسيين هي صراحة صار لها فترة من الزمن، يعني ما بتقل عن 3-4 سنين. بشوف المرضى يعني بكل جوانبهم وبجرب ساعدهم، وإذا شيء ما بيكون ضمن اختصاصي بطلب من زملاء اللي كمان بيحبوا يساعدوا، منجرب نتعاون سوية على أنه نقدم أحسن خدمة طبية للأشخاص المنسيين. هالشي بحسك بفرح كتير حلو، وصدقيني الأشخاص اللي عم توصلنا المنسية هي أشخاص فعلا بحاجة ماسة لعناية بشرية، لعناية اجتماعية، عناية مادية، عناية طبية، كل الجوانب. الأكثر شيء كان يعني حسسنا بالحزن هو إنه الشخص عن جد منسي، ما عنده حدا، يعني بده يطلع مريض وين بده يروح، بس بده على البيت إذا كان عنده بيت. هونيك الصعوبة، يعني ليه نحن اليوم نحن بسنة 2014، يعني مش لازم بقى يفترض إنه يكون موجود هيك أشخاص يعني على حافة الطريق، على حافة المجتمع، على حافة الدنيا كلها سوا. في وجع وبعدنا مستمرين فيها، طالما الأشخاص المنسية بعد منسية، يعني إنه ومثل ما قال بريد في وجع. من حق إخوتنا المنسيين إنهم يعيشوا ببيت آمن ويحصلوا على غذاء ومتابعة طبية. لهيك لجأت المؤسسة لوسيلة تبرع وهي 20 دولار بالشهر لانتشالهم من العوز والتشرد. حتى اليوم ساهم بالبرنامج أكثر من 1400 متبرع شهري و262 فرد وعائلة حصلوا على مساعدة شهرية تتراوح بين 20 و300 دولار، أو كلفة استئجار بيت لعدد من الإخوة، أو تغطية قصة مدرسة أو أسيرانس أو ديون أخرى، أو حتى أصغر حاجاتهم الإلزامية مثل المي والمازوت للتدفئة. بمكتب المنسيين أيضاً تجمع المؤسسة أقله 200 حصة غذائية وحليب للأطفال وملابس وغيرها شهرياً لتوزيعها على 400 عائلة وفرد مجاناً. توني عباس بيستقبلهم وبيسلم الحصص حسب الحاجة. خلال كل حلقة وعلى مدار الأسبوع تتواصل ميرا عبد الأحد المنسقة بالبرنامج مع المتبرعين لمعرفة كيفية التبرع، إما عبر حساب المنسيين ببنك بيروت بكل فروعه، أو عبر الويسترن يونيون، أو الحضور شخصياً لمبنى صوت المحبة أو تيفي تشاريتي، وكذلك من خلال زيارة أحد مندوبي المؤسسة لعنوان سكن المتبرع أو عمله. أما المندوبين فهن توني عباس، زياد عقيقي، وسابقاً سهيل شلهوب، توفيق صليبي، جوزيف الزغبي، فرانسوا نخول، أنطوان عودة، وإلي برقاشي. كما بتهتم ميرا بالمحاسبة والأمور المالية وتنظيم الملفات وغيرها، وكل هالمهمات كان يقوم فيها سابقاً سيزار نصر. إيماناً بأنه الأطفال المنسيين من حقهم كمان يفرحوا وما يحملوا همومهم قبل الوقت، حمل الأخ توفيق الدكاش مسؤولية فريق المحبوبين دعماً لرسالة المنسيين سنة 2012، وبمساعدة 45 شخص بين مكرسين وعلمانيين من مختلف الفرق الرسولية، والتقى مع جمعية رسالة حياة على الأهداف والرسالة ذاتها، وتحول هاللقاء لتوأمة ولدمج بين كل المتطوعين والمرسلين والأطفال الفقراء. هدف فريق المحبوبين زرع البسمة على وجوه الأطفال من خلال تنظيم مخيمات صيفية ترفيهية وروحية
اللي بتضم حوالي 85 طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 8 و18 سنة، بالإضافة لحفلات أعياد الميلاد، لقاءات مع فنانين ومشاهير بحبوهم، ورحلات إلى الأماكن السياحية وغيرها. رسالة فريق المحبوبين ما بتتوقف هون، لهيك قرر الفريق يكمل المسيرة مع الأطفال اللي كبروا من خلال تنظيم دورات تنشئة لإلهم وللمتطوعين الجدد ومشاركة الخبرات. أول شيء بدي أشكر يسوع أنه أعطاني نعمة ما بستحقها، أنه يكون عم يسلمني مسؤولية أولاده الموجعين والفقراء والمتألمين. أنا تعلمت أنه الآخر هو هيكل، هو كنيسة، بدي أعرف كيف أتعاطى مع هالكنيسة، مع هذا الهيكل. وتعلمت كمان أنه أنا كيف بدي يكون بالوقت نفسه أم بتحبه وبتعطفه، بي حازم، أعرف أنه في كتير، لأنه بهيدا العالم في كذب كمان أوقات للأسف، أشخاص بيستغلوا وضع معين وهيك، وعيهم يعني بأساوي معينة أنه أنت ما بيحق لك تكون هيك. أو كمان تعلمت أنه الآخر أوقات بدي انتبه أنا ما حوله لشحاد. أنا دايماً بقوله أنه أنت أكبر من المصاري، يعني قيمتك أكبر بكتير، أنت ابن الله وكرامتك هونيكي، ما هينه، ما فرجي وجهه قدام الناس ليعرفوه، هيدا شيء ما لازم، لازم ضلني حافظ له على كرامته، اسمه ما أعطيه، حتى لو هو أوقات بيقول لي أنا ما عندي مشكل، إن شاء الله ما بيعود في، يعني نوصل لوقت ما يعود في برنامج منسيين، لأنه ما بيعود في حدا عنده حاجة مادية، إنما الروح والفكر أنه نكون عم نوقف حد بعضنا ونحب بعضنا ونهتم ببعضنا، ما نكون لا مبالين نمرق حد إنسان ما نشوفه، ما نشوف ألمه هيك، أو ما نسمع صرخته، يمكن مش بس المادية، يعني العطش وللحب وللحنان، هيدا هو الأساس. فنطلب من الرب هيدا النعمة حتى نكون كلنا محبوبين من بعضنا البعض ومحبوبين من ربنا، نشعر بمحبته لإلنا.